لابورين اور بايرين بيز بلس شوجر. هي دي. يبقى واحد بي. طب اتنين. النيوكليوتايد كونسيست اوف نيتروجينس بيز لايك بلين ولابورين وبايرين بيز بلس شوجر بيز. هي دي. اي شوف بيورين رقم بي 2 بي خليها بيورين اور بايرينيدين بيز بلس شوجر بلس فوسفورس. ليش طيب؟ واحد اتفقنا بي و2 بي 3 بيورين نيوكليوتايد از مين في دول بيورين نيوكليوتايد؟ اي ام بي اي تعين صح. طب بايرينيدين نيوكليوتايد از دي دي لا مش دي سي سي اما السي ام بي سؤال أربعة ATB طبعا أكثر نيوكليوتايد هو الـ ATB. The nucleic acid base found in mRNA but not in DNA. اليوراسيل طبعا D. طب a nucleotide of DNA could contain adenine ribose لا D D نيتروجينس بيز وجلوكوز لا C وسبيت وديوكسيريبوز وثيمين دي اللي صح C The phosphate and the sugar group of nucleotide are held together by B. The phosphate and sugar ionic bond. B. The covalent bond. ولا van der Waals ولا هيدروجين B. طبعا كوفيلنت. الفوسفات إستر دي كوفيلنت. إيه كوفيلنت. هلا اللي عايز الإجابات واحد B، اثنين B، سؤال تسعة، ثلاثة A، أربعة C.8 دي دي و9 قلنا سي و10 بي. يلا كده نشوف احنا عملنا ايه قبل الفاصل. قبل الفاصل اتكلمت على الكروماتين والكروماتين، فاكر معايا؟ يلا قلنا الكروماتين هو الدي ان ايه بس في النون ديفايدنج ريسك سيل، وكروماتيد هو الدي ان ايه في الديفايدنج سيل. وقلنا مع بعض ان سواء ده او ده يا ينال مكون من ثلاث حاجات، سنجل دي ان ايه موليكول، وكمان هيستون بروتين ونون هيستون بروتين. الهيستون بروتين اتفقنا ده بيزك بروتين وريتش ان بيزك امينو اسيد زي ارجين وهيستين ولايسين، عليه تشارج بوزيتيف عشان سيادتك تشد وتلف حواليها الدي ان ايه اللي عليه شارج ايه؟ نيجاتيف. شابك ماينور ولا شابك ميجور؟ ماينور جروف. برافو عليك. طيب وظيفته ايه؟ يا اما سوبر كويلنج يا اما ريجوليشن اوف جين اكسبريشن. وعندي منه خمس انواع، في اتش 1 وفي اتش 2 اي وفي اتش 2 بي وفي اتش 3 وفي اتش 4. واتفقنا السيمبل يونت اوف الكروماتين او الكروماتين تسمى ايه؟ نيوكليوزوم. وعباره عن كور بروتين اللي هو اسمه ستون اوكتمر، وده تو كوبيز اوف اتش 2 اي اتش 2 بي اتش 3 و اتش 4، وحواليهم 1 اند 3 كوارتر تيرنز اوف الدي ان اي. اتفقنا ازاي النيوكليوزوم تشبك في اختها النيوكليوزوم يا كارت؟ عن طريق حاجه اسمها لينكر دي ان اي او سبيسر دي ان اي، وعليها احط طابع البوستر اسمه ايه؟ اتش 1 ستون. فاتفقنا ان الاتش 1 مش في الكور بروتين، ده في النص ما بين النيوكليوزوم وبعضها. وكمان يا حبي اتكلمنا على النان هيستون بروتين، لا ده ما اتكلمناش عنه سبناه. يلا بالمره اهو، النان هيستون بروتين ده من اسمه مش هيستون، مش هيستون يبقى مش بيزك،
يبقى ملوش علاقه بالسوبر كويلينج. الهستون كان شابك ماينر ولا ميجر؟ ماينر. النان هستون بقى العكس مش بوكين ميجر اكبر ام سي كيو. يبقى النان هستون بروتين بيشبك فين؟ في الميجر جروب. ملوش علاقه بالسوبر كويلينج. وظيفته ريجوليشن اوف جين اكسبريشن. اقول لك على حاجه خد نصيحه مني، اي حاجه في الدي ان ايه يقول لك وظيفتها ايه وما انتش عارف ريجوليشن اوف جين اكسبريشن صح. اي حاجه قال لك وظيفتها ايه وما انتش عارف اكتب ريجوليشن اوف جين اكسبريشن. فالنان هيستون ملوش دعوه بالسوبر كوليك، شابك في الميجر جروب، وظيفته ريجوليشن اوف جين اكسبريشن. وعرفنا سيادتك ان الكروموزوم مكون من تو ايدنتيكال كروماتيدز شابكين مع بعض في نقطه اسمها سنترومير ريتش ان اي تي بيسبير عشان يصلوا الفصل مع بعض، ونهايه الكروماتيد كان اسمه ايه؟ كيلو مير، وريتش ان ميني ريبيتس كلها تي تي اي جي 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 ودي نون كودنج. بعدها هتلاقي عنوان اسمه باكينج اوف الدي ان اي. ابدأ قراءه رشيده لساعه سعيده. ماشي باك ملوش لازمه يعني اقراه وانت فاضي كده. يقول لك الكروموزوم مش عارف كام ملي متر، اخليه كام مايكرو كام فاضي كام بارك. لكن الالوان اللي بعده بقى اكتب ريتن لا ولم ولن يخلو منهم تحال ميتوكوندريال دي ان اي او اختصارا بسميه مت دي ان اي. اكتب عليه سؤال نظر مهم فكرت صحه كام يا راجل يبقى الراجل عايز نجحك. السؤال ده حلو ميتوكوندريال دي ان اي سؤال مهم جدا. ريجوليشن اوف جين اكسبريشن ده في الدي ان اي. لا يقول لك ايه الامبورتنس اوف الجلايكوجين تقول له ريجوليشن اوف جين اكسبريشن. ده في الدي ان اي مش في الميتابوليزم. يعني يقول لك الجلايكوجين وظيفته ايه تقول له بيريجوليشن اوف جين اكسبريشن. الميتوكوندريال دي ان اي عشان اخد عليها في المارك اكتب ست رويز. ركز يا هاشم، البرسنت والشيب والانهيرتنس يعني الوراثه والفانكشن، ولو في ديفكت يحصل ايه، ولو حبيت اعمل له ريبليكيشن اعمل له ريبليكيشن ازاي. ست عناوين في المارك والدايجرام. اولا البرسنت يا سهير قال لك من 0.3 ل 1% من التوتال سيلولار دي ان اي، 0.3 ل 1% من كل دي ان اي جسمي مكانه فين؟ ميتوكوندريا. ده البرسنت. الشيب انت عارفه لينير ولا سيركولار؟ ده الوحيد اللي في جسمي سيركولار. يبقى الميتوكوندريا دي ان اي الشيب بتاعه ايه؟ سيركولار. الانهيرتنس قال لك ماترنالي انهيرتد. عايزك تعرف حاجه، كلمه ماترنال يعني ابوي يعني من اب، كلمه ماترنال يعني من ام. فالميتوكوندريال دي ان اي از بروت فروم ذا اوفم. الميتوكوندريال دي ان اي بيجي من الاوفم يعني ماترنالي انيريتد. سوير سؤال وكتفي بصراحه، سوير بتحب منطق؟ صاحبتها وعارفه كل حاجه ما بتحبهاش فاهم؟ والله بجد. طب هتحبيها اكتر؟ خلاص ما تعيطيش. لا خلاص خلاص ما تعيطيش، مغتربة بقى وموجودة بعيدة وبتاع فالحاجات دي مشكلة. فيقول لك هتحبيها أكتر لما تعرفي إن هي السبب في الميتوكوندريا اللي عندك. الميتوكوندريا اللي عندكوا جاية من الأم، مش أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. ما مش وبس سيادتك، هي اللي اديتك الميتوكوندريا، هي اللي خلتك بتصنع اي تي بي، هي اللي خلتك عندك كريبس واي تي سي. الميتوكوندريا دي ان اي خدته منين يا ابني؟ تبص ايديها ورجليها. اه طبعا كان في عيد ام كده وكان طالب مهتم بالعلم فعايز يجيب لمامته هديه، جاب لها الصوره اللي عندكم دي في الرسمه دي، جاب لها لوحه مرسوم عليها الميتوكوندريا، قال لها ثانكس مام يو جيف مي سمثينج My dad could never give it to me. لبسته اللوحة طبعا. امشي يا باشا. حتى ولا حاجة لا لما جاب لي ميتوكوندريا يا باشا. أنا بسجلها. فاوعى تنسى بقى الميتوكوندريا دي ان اي جاي من الأم. Brought from the woman. وده منطقي. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. إحنا ده على الهامش الأب ده مش لازم.
الفانكشن قال لك الميتوكوندريا الدي ان ايه بيصنع 37 حاجة هنعرفهم حاجة حاجة 37 حاجة 22 تي ار ان و13 بروتين و2 ار ار ان عندهم 37 حاجة وعرفناهم حاجة حاجة خلاص يبقى 22 تي ار ان و13 بروتين و2 ار ار ان كلهم 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 داخلين في تصنيع الاي دي سي اللي اسمها اوكسيديتيف فوسفوريليشن عشان كده يا بايس في اخر صفحه في الاي تي سي كان في مرض اسمه مايتوكوندريال مايوباثي كان سببه ميوتيشن بالميتوكوندريال دي ان ايه وما كانش فيه اي تي سي ولا اي تي بي برودكشن كان في فالتيشو اللي كان عندها هاي انرجي ريكويرمنت زي المصري كانت تتاثر يبقى ال 37 حاجه اللي بيعملهم الميتوكوندريال دي كلهم من اجل عيون الاي دي سي كلهم عشان اصنع الاي دي سي طيب لو حصل فيها ديفكت خلاص عرفنا يحصل ما يوباثي اشمعنى المصل عشان دي عندها هاي اي تي بي ريكويرمنت الريبليكيشن بصنعه بنزيم اسمه دي ان اي بوليمريز جاما يبقى الدي ان اي بوليمريز جاما بيعمل ريبليكيشن للميتوكوندريال دي ان اي بص يا احمد لا سحر ولا شعوذه لا سحر ولا شعوذه اسمه ميتوكوندريال دي ان اي بالام وماتيرنالي انهيرتد بالام ولو في ديفكت يحصل فيه ايه مايوباثي بالام مره كمان يلا البرسنت كام 3 من 10 ل 1% الشيب سيركلر الانهيرتنس ماتيرنالي انهيرتد بيبني كام حاجه 37 حاجة 22 و 13 و 2 كلهم داخلين في تصنيع الـ ETC ولو في ديفكت يحصل مايوباثي وكمان يحصل له ريبليكيشن بنزيم اسمه ايه؟ تي ان اي بوليمريز جاما تعالى لعنوان حلو قوي 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 اسمه جيناتيك تيرمينولوجي يعني بعض المصطلحات اللي بنستخدمها في علم الجينات العنوان ده كان زمان اورال كنت بتتنفى فيه بالاورال دلوقتي ما فيهوش اورال خلاص فتلاقي كده سؤالين كده ام سي كيو سؤال واي كده بسرعه كده يعني اعرفوا يعني اول ثلاث تعريفات عايزين نعرفهم نعرف الفرق ما بين جين وقليل ولا كتير لا قليل قليل وكمان جينوم جين وقليل وجينوم طبعا يا صبا دكتوره بقى ورايحه الكليه وجايه الكليه هتبص بقى عليك يا دكتوره يا صبا يا كبيره تعرفي تقولي كلمه جين يعني ايه؟ يعني ايه جين؟ جين 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 جينات سبحان الله ما شاء الله ايوه سيكونس اوف نيوكليوتايد ترتيب من نيوكليوتايد اون الدي ان ايه كودينج فور ا سيرتن كاركتر يبقى مجموعه نيوكليوتايد موجوده على ايه؟ مسؤولة عن صفة وراثية معينة مسؤولة عن إنتاج بروتين معين ده اسمه جين سيكونس اوف نيوكليوتايد اون ال دي ان اي كودينج فور ا سيرتن كاركتر مسؤولة عن صفة وراثية معينة أو مسؤولة عن إنتاج بروتين معين ده اسمه جين أمال إيه قصة أليل دي؟ أليل القليل هو التو جينز اون التو كروموزومز ريسبونسبل فور ذا سيم كاركتر بمعنى لو مثلا عندك صفة اسمها صفة لون الشعر انت عندك جينين مسؤولين عن لون الشعر واحد من الاب والتاني من الام فلو نفترض مثلا انت صفة لون الشعر على كروموزوم رقم 16 انت عندك كام كروموزوم رقم 16 اتنين واحد من الاب وواحد من الام وده عليه صفة لون الشعر وده عليه الجين بتاع صفة لون الشعر التو جين على التو كروموزوم مسؤولين عن السيم كاركتر اسمه قليل شايف كيف؟ لانه كل صفه عندي منها تو جينز ايه ده يا ابني؟ واحد من الاب والتاني من الام التو جينز دول اللي واحد من الاب والتاني من الام المسؤولين عن نفس الصفه الوراثيه اسمهم ايه؟ قليل عشان كده يقول لك ارضى بقليلك ارضى بقليلك قليلك خلى شعرك اسود ارضى بيه قليلك خلى شعرك اصفر ارضى بيه ارضى بقليلك فالقليل هو التو جينز اور التو كروموزومز ريسبونسبل فور ايه ذا سيم كارد ينفع يخشوا مع بعض
شوف بس يا بابا يعني ايه بقى جين ام؟ كلمة ام في الدنيا يعني كل حاجة كل شيء ام لو لك بروتيوم يعني كل بروتين ترانسكريبتوم كل الامر ني جينوم كل جينات فكلمة جينوم يعني all genes in all cells او the total genetic information كل المعلومات الوراثية اللي موجودة في الخلية اسمها ايه؟ جينوم فعشان كده لك في الاخبار ايه؟ مشروع الجينوم البشري يعني اعرف كل جينات البشر شكلها ازاي؟ جينوم all genes in all cells يبقى عرفنا اول ثلاث تعريفات جين مجموعة نيوكليوتايد من الدينين كودينج فور سيرتن كاركتر اليل التو جينز من التو كروموزوم ريسبونسبل فور ذا سيم كاركتر وجينوم توتال جينز في الاول سيلز او اول جينيتك انفورميشن عايز واحد دماغه مفتحها كده اعمل بقى حوار علمي اعمل حوار علمي مع مين؟ اتفضل مع مين؟ ماشي يا واد يا مين لو سألتك هل كل الـ DNA اللي بجسمي كاري جينز؟ لا كل الـ DNA يحمل جينات؟ لا الجين لا في أجزاء من الـ DNA تحمل جينات مش لا وكودينج فور بروتين اسمها إكزون وفي أجزاء دونت كود فور إني بروتين اسمها إنترون لو عايز اعرف الاكسون هقول دي الكودينج سيكونس كلمه كودينج سيكونس يعني السيكونس اللي سيادتك ينفع اصنع منه بروتين كودينج سيكونس لكن الان ان انترونز دي النون كودينج سيكونس يبقى الاكسون زي الايه هي الكودينج سيكونس يعني السيكونس اللي يعمل ام ار ان اصنع منه بروتين لكن انترونز دي نون كودينج يعني لا تصنع ام ار ان ولا ينفع اعمل منها بروتين زي التلومير اللي اسمه تي تي اي جي 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 ده نون كودنج يبقى الاكسونز دي الكودنج اللي بصنع منها بروتين دي اللي فيها جينات لكن الانترونز دي ايه نون كودنج وما فيها جينات صح يعني هو الدكتور ممكن لو يصير تقرا اكتر علينا اصبر بقى انت بتحرق الفيلم كده اصبر انا جاي لك في الكلام اهو دكتور الاثنين مين يقول اه طبعا الدنيا في ده وفي ده مين يقول لي مين اكتر في الدنيا انترون ولا اكزون انترون انترون سبحان الله 60% انترون و 40% اكزون يعني سبحان الله الانترون اكتر من اكزون الاكزون دي كودينج سيكونس اللي بتبقى يونيك يعني كلمة يونيك متفردة ونون ريبيتيتيف ما تكررش يعني جين الانسولين هو انسولين ما يكررش تاني جين جروث هرمون هو جروث هرمون ما يكررش تاني يونيك ونون ريبيتيتيف لكن الانترون دي سيادتك بتبقى ايه نون كودينج وريبيتيتيف يعني تي تي اي جي 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 دي ايه ميني ريبيتس ثاوزندز الاف كلها تي تي اي جي 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 يبقى الاكسون يونيك ونون ريبيتيتيف لكن الانترون بتبقى ايه بتبقى ريبيتيتيف متكرره طب اكمل حوار العلمي ماليش لاقي حد يعمل معاه حوار كلكم بتغلطوا هل بلاقي الانترون في ناحيه والاكسون في ناحيه ولا في وسط بعض كلهم فيقول لك الدي ان ايه از انتربتد باي الانترون او الاكسونز انتربتد باي الانترون متقطعين يعني حته اكسون وراها انترون حته اكسون وراها انترون يعني دول في قلب دول مش ده لوحده وده لوحده فيقول لك الدين ايه ديسكونتينيوس مش مستمر انتر على دول ولا اجن على دول لا حته اكزون وراها حته انترون وهكذا ايه يا ابني في ايه؟ قاعد على القهوه يا بايظ ما دي ايوه في عينك يا بايظ يا حقير ايه رسال حلو الكلام كمان عايزين نعرف كلمتين عايزين نعرف كلمه على كروموزوم ايه تعريف الكروموزوم؟ قال لك كوندنسيشن اوف الدنيا تجميع من الدنيا انت تقول لي بقى هو الخليه فيها كم كروموزوم؟ 22 كم كروموزوم؟ 46 ما تقولش 46 غلط 23 زوج لما اقول 46 ده يوحي ان هما 46 ديفرنت هل هم ديفرنت؟ لا انا عندي 23 بير 23 زوج يعني واحد عند منه 2 كروموزوم اثنين عند منه 2 كروموزوم ثلاثة عند منه 2 كروموزوم وهكذا
فبتقولش 46 لا 23 بير اوف كروموزوم او بنسميها 2 ان 2 ان فاكر 2 ان او ديبلويدي فاكر ديبلويدي يعني 2 ان من ال 23 دول في 22 اسمهم اوتوزومال يعني ايه اوتوزومال جسدي يحملوا الصفات الجسديه وون بير اسمه 6 كروموزوم قد يكون اكس اكس لو في ميل واكس واي لو ميل وده وظيفته ديترمينيشن اوف سكس تحديد الجنس وبعدين سال الواي ده داز نوت كاري انرجي طيب في حاجه فيها 23 سنجل كروموزوم مش الجنس الجاميت الجاميت السبير والاوفر انا فيهم هابلويد نمبر عارفين هابلويد يعني النص ان واحده بس 23 سنجل كروموزوم لما اسبيرم يقابل اوفم ده 23 وده 23 كلوا شركه مع بعض بقى 23 بيرو كروموزوم يعملوا كده كلام سهل قوي كمان في كلمتين برضو عايزين نعرفهم كلمه اسمها جينو تايب وكلمه اسمها فينو ولا بلدي لا فينو واحد فينو تايب كلمة جينو تايب معناها الطراز الجيني وكلمة فينو تايب يعني الطراز الظاهري اللي بيحب العرب يعني قول لهم صاموني ما شكل الطراز اي حاجة يا عم شكل الطراز زي ما انت عايز تعرف المزاز جينو تايب لو اعرفه اقول what is on inside اللي جوه الجينات ده اسمه جينو تايب ليه كلام كتير عربة كلام بيبسي جزوزة استنى تخلص كلامك اهو لا يحرقك واخلص منك يبقى what is on inside الجين ده اسمه جينوتايب لكن فينوتايب قالك ده الاكسترنال الخارجي او البايوكيميكال اكسبريشن اوف الجينوتايب الترجمه بتاع الجينوتايب بمعنى ركز معايا في المثال ده حلو قوي لو عندي راجل مصري النيل رواه والخير جواه لون شعره يبقى ايه اسود اسود ايوه بي بلاك بلاك اتجوز واحده روسيه او ماي جاد لون شعرها ايه احمر ايوه احمر يلو المصري اللي النيل رواه والخير جواه هيجيب سبير يحمل الصفه بتاع لون الشعر ايه الاسود البيت والروسيه هتجيب سبير هتجيب اوفر تحمل صفه لون الشعر ايه الاسود مصري وروسي يتقابلوا بالبيبي يبقى عنده سيادتك ايه واحد لون الشعر الاسود وواحد لون الشعر الاصفر يطلع شعره بني طب انا عندي ميكس فيقول لك يا باشا ايه ده بقى شويه لو انا ولا شنبك والله بروح ولقيت جين بتاع الشعر الاسود وجين بتاع الشعر الاسود ده اسمه جينو تايب ده جوه جينات حللتها لو شفت بعيني شعر بني ده اسمه فينو تايب يبقى الجينو تايب اللي جوه جينات انا مش شايفه لما احلل الجينات اعرف واحد جين اسود واحد جين اسود لكن لما اشوف بعيني شعر بني اقول ده ايه ده اسمه فينو تايب الجينو تايب منه نوعين نوع اسمه هومو زايجوس بالعربي يعني نقي او متجانس ونوع اسمه هيترو زايجوس يعني هجين فلو بصيت سيادتك على الرجل المصري ده بي بي ده هومو زايجوس ولا هيترو زايجوس هومو ده بالروسيه واي واي هيترو ده هومو برضه لكن الولد اللي هو بي واي ده ايه فلو الصفتين زي بعض يبقى اسمه ايه هومو زايجوس لو الصفتين غير بعض يبقى اسمه ايه هيترو زايجوس نقي وهجين عندي بس سؤال يسلم واي حلو قوي يقول لك ممكن وان جينو تايب gives rise to more than one phenotype يعني تراث جيني يدي اكتر من تراث ظاهري صح بمعنى ايه هقول لك حاجه يعطي لون سكن السبب تاثير الانفايرمنت يعني ايه انفايرمنت البيئه لو عندي اثنين ايدنتيكال توينز عارف يعني كلمه ايدنتيكال توينز توأم متماثل يعني اوفم واحده واسبيرم واحد واتقابلوا وعملوا زايجوت واحد واتخانقوا في بعض راح اتقسموا نصين فدول مولودين زي بعض بالظبط ايدنتيكال توينز
واحده عاشت في مصر وكانت محشي والثانيه سافرت اوروبا وبتاكل سوتيه. يا طبعا اللي عاشه في مصر بسم الله ما شاء الله هتبقى ايه؟ اوبيس. وبتاع اوروبا هتبقى ايه؟ فن. مع ان نفس الجينات هي هي. اللي خلى دي اوبيس واللي خلى دي ثن؟ المحشي ماشي يا سيدي. المحشي اتنين توأم متماثل زي بعض وعاشوا الاتنين في مصر اهو. واحده اشتغلت دكتوره وتحت ستريس وامتحانات ومذاكره وجعل، والثانيه بقت ميك اب ارتست. او ماي جاد. مين هيجي لها ضغط وسكر وتكسف امرها بدري؟ ميك اب ارتست ازاي يعني؟ دكتوره طبعا. ثانيه هتعيش 90 سنه. بقى الاثنين نفس الجينو تايب. اللي فرق ايه؟ الانفايرمنت. واحده اندر ستريس والثانيه عايشه حياتها وفسح وخروجات وبتاع. فهمت ازاي؟ يبقى ممكن تاثير الانفايرمنت يخلي الجينوتايب يدي مور ذان وان فينوتايب. حاجه كمان ركز معايا بقى، في نوعين من الوراثه. في نوع من الوراثه بسميه مندليان انهيرتنس، يعني صفه تورث تبعا لقوانين مندل. فاكرها؟ قال لك لو واحد كارير وواحد كارير يبقى نص هيلثي والربع مش عارف كارير والربع ديزيز. فاكر الكلام ده؟ ايوه ده قوانين مندل. لكن في صفات لا تتبع قوانين مندل، يعني ممكن تكون كاركتر ياثر عليها كذا جين، بسميها بولي جيناتيك انهيرتنس، يعني كذا جين بياثر على الكاركتر. زي الدبيس، لو الاب عنده سكر والام عندها سكر والجد عنده سكر والجد عندها سكر، هل لازم الابن الصغير يبقى عنده؟ لا لا يبقى عنده احتمالات عاليه ان يجيله، في احتمالات اعلى لكن مش لازم. ليه؟ قال لك ان مرض السكر ده في كذا جين بيأثر فيه، مش جين واحد، ده اسمه بولي جيناتيك انهيرتنس، كذا فاكتور بيأثر فيه. يبقى لو قال لي اكسبلين واي وان جينوتايب كان جيف رايز تو مور ذان وان فينوتايب، اول حاجه هقول انفايرمنت البيئه، ثاني حاجه عشان في حاجه اسمها مالتي فاكتوريال انهيرتنس، يعني ممكن مور ذان وان جين يأثر في السيم كاركتر. فالجينات دي هتتعامل مع بعض ازاي؟ ده يفرق. وصلنا؟ لا جينو داي بيدي مور ذان وان فينوتايب، مش العكس. هو مين بيدي مين؟ الفينو بيدي جينو؟ ازاي؟ الخارج يدي اللي جوه؟ الجينو بيظهر فينو. ثانية يا دكتور، الجينو بيظهر فينو ازاي بقى؟ وان جينو تايب هيدي اكتر من وان. ما انا بشرحه في النص الصبح ده ايه؟ لا في انفايرمنت ايه يا ابني؟ حضرتك بتقول ايوه في كذا جين بيأثروا على الكاركتر، اسمها بولي جيناتيك انيرتنس، كذا جين مسؤولين عن الديزيز ده. فالكذا جين دول يتعاملوا مع بعض ازاي؟ ده ديفولت من شخص لشخص. خلصنا كده الاستراكشر وفي السي ان ايه؟ تعالى بقى يا حبي تاني نيوكليك اسيد استراكشر وفي الار ان ايه؟ جميله جدا 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 جدا. اولا ايه ده بقى عشان الموضوع مهم بقى؟ يلا خلاص. ال ار ان ايه اسمه رايبو نيوكليك اسيد، يعني في رايبوز ولا ديوكس رايبوز؟ رايبوز. رقم اتنين، هو سنجل ولا دبل ستراند؟ دبل سنجل. سنجل ستراند. ومكون من رايبو نيوكليوتايد ولا دي اوكسي رايبو رايبو نيوكليوزايد مونوفوسفيت؟ اي ام بي، جي ام بي، سي ام بي، ويو ام بي. ما فيش فاهمين. اي ام بي، جي ام بي، سي ام بي، ويو ام بي. طب ازاي النيكروتايد شبكه مع اختها النيكروتايد ببوند برضه اسمها فوسفودايستر ما بين ال 5 برايم او اتش اوف 1 نيكروتايد و 3 برايم او اتش اوف ذا نيكست نيكروتايد، نفس الرابط اهو. هو الدي ان ايه كان موجود فين؟ نيوكليوس واوقات كده ميتوكوندريا. الار ان ايه موجود في السيتوبلازم مينلي، مش اونلي، لا مينلي، مينلي موجود في السيتوبلازم. هو كان الدين ايه وظيفته ايه؟ بيكاري الجيناتيك انفورميشن اللازمه لتصنيع اي بروتين. امال الار ان ايه وظيفته ايه؟ تصنيع البروتين نفسه بقى. الدين ايه كان نوعين، يا اما لينير يا اما سيركولر. الار ان ايه ثلاث انواع، اول نوع اسمه ميرنا والتاني اسمه ريرنا والثالث اسمه ترنا. ميرنا وترنا وريرنا. مين ميرنا دي؟ ماسنجر ار ان ايه.
مين ترنا دي؟ ترانسفير ار ان اي. ومين ررنا؟ رايبوزومال ار ان اي. وهعمل مقارنة قلت الحيل في قلت الحيل جنب اخر شجرة. ايش هذا؟ ما بين المرنة والسرنة والررنة. نار بتولع. نار وشراب. غاية في الأهمية. مرنة وترنة وررنة. التلاتة وظيفتهم بيصنعوا بوزيك. مش عايز صوت خالص. خالص. يا بايز منك ليه؟ الموضوع مهم ليه ده بس بقى. التلاتة بيصنعوا البروتين. بس كل واحد بيعمل دور. ثلاثة بنوين قاعدين مع بعض في نفس الشقة. قالوا هنعمل النهاردة محشي. واحدة مش عارف سلقت اللي مش عارف الكم. الثانية مش عارف حشت مش عارف ايه. تالت عملت الخلطة. يعني كل واحدة عمل الدور بس بالاخر عملنا الطبخة. فالمرنة والترنة والررنة التلاتة في الاخر بيصنعوا البروتين. بس كل واحد بيقوم ايه؟ بدور. سعد انت عارفني بقالك كتير صح؟ انا راجل فير ولا مش فير؟ فسواء مرنة او ترنة او رنة هتكلم بنفس العناوين. اول عنوان البرسنت نسبته كام الى نسبة كل الار ان اللي في الخلية. قال لك الترنة 15%. الررنة 80%. يبقى المرنة 5%. فيقول لي سعيد مين الليست ار ان اللي في الخلية؟ المرنة. اقل ار ان في الخلية مرنة 5%. من الميجور ار ان في الخليه يبقى الرنه ده الميجور ار ان نسبته 80% بيكبر. لكن المرنه نسبته بس كام؟ 5%. طب تعالى النقطه الثانيه السايت. يا دكتور ما احنا عارفين ما كلهم في السيتوبلازم. اه يا سيدي بس حط التاتش بتاعك. يعني يقول لك الترنا موجود في اكتر حته فيها ميه في السيتوبلازم. موجود في السوليبل فيس اوف السيتوبلازم. يعني اكتر حته دايبه وفيها ميه في السيتوبلازم. الرنه اسمه رايبوزومال. رايبوزومال رايبوزومال ار ان اي. يبقى كانوا فين؟ في الرايبوزوم. اللي موجود فين؟ يبقى رايبوزوم اوف السيتوبلازم. المرنه يسمى ماسنجر ار ان اي. يعني ار ان اي الرسول. وما على الرسول الا والرسول ده لازم يكون موجود في مكانين. اول مكان حيث يستلم الرساله وتاني مكان حيث يسلم الرساله. فانا رسول فلازم اكون موجود في مكانين. المكان اللي هستلم منه الرساله وبعد كده انتقل الى المكان اللي هسلم فيه الرساله. فيقول لك هو فيرست سينثيسايز in the nucleus. اول ما بيصنع يصنع فين؟ عشان كده لو قال لي ان الار ان اي موجود في السيتوبلازم قول لي خلاص غلط. ده المرنة بيصنع فين؟ في النيوكليس. then passes to السيتوبلازم. يعني الاول يصنع نيوكليس وبعد كده يروح فين؟ يروح السيتوبلازم. طب تعالى يا حبي نشوف الفانكشن. انا بقول التلاتة بيصنعوا بروتين بس كل واحد بيعمل خطوه. يعني يقول لك مثلا التي ار ان اي اسمه ترانسفير. ترانسفير اي حاجه ترانسفير يبقى كاري. بيكاري الامينو اسيد نيدد فور البروتين سينثيسيس. بيشيل فوق كتفه الماده الخام اللي اسمها امينو اسيد اللي هشبكها في بعضها عشان اعمل ايه؟ عشان اعمل البروتين. الريرنا ده المصنع. ده اللي بيصنع. ده اللي وظيفته سينثيسيس اوف البروتين. ده اللي فعلا بيعمل بروتين بس مش بمزاجه. قال لك according to المسج provided by mRNA ومش لوحده. ده by the help of الامينو اسيد carried on tRNA. يعني الرنة هو المصنع. هو اللي بيصنع البروتين. بس ما ينفعش يجي الصبح كده يقول لك انا هصنع النهارده انسولين. ما ينفعش. لازم يصنع according to رساله according to message. المسج دي سيادتك مين اللي شايلها؟ الامينو. ومش لوحده لازم واحد يساعده. مين يساعده؟ الامينو اسيد اللي متشال على التي ار ان اي. تعالى المرنه. ومرنه ده عباره عن ماسنجر ار ان اي يعني رسول
وما على الرسول الا البلاغ. يبقى هو وظيفته انه بيشيل الرساله، بيكري المسج من المرسل الى المرسل اليه. مين المرسل؟ الدي ان ايه اللي في النيوكليس. ومين المرسل اليه؟ الريبوزوم الى السيتوبلازم. يبقى بيشيل الرساله من المرسل اللي هو الدي ان ايه اللي في النيوكليس الى المرسل اليه اللي هو مين؟ الريبوزوم اللي في السيتوبلازم. معلش انا عارف ان الكلام سهل ومتاكد ان في كتير فاهمه، بس في ناس بتحب امثله واحب ابسط يعني، فاستحملي لو انت فاهم استحملي شويه. انا دلوقتي عندي اثنين اصحاب، عهد ومينا. ادي عهد وادي مينا، وانتوا الاثنين وصلتوا رسموكوا على البورد بسم الله ما شاء الله. الاثنين شطار وقاعدين جنب بعض واصحاب، وهيفضلوا اصحاب لغايه ما تخرجوا من الكليه ان شاء الله. عهد اتخرجت من الكليه قالت بلا طفل بلا قرف بلا وجع قلب، انا واحده غنيه معايا 2 مليار جنيه في البنك يعني، طب ايه ومستشفيات ايه بلا وجع قلب وحقن وريحه وحشه وبتلع. انا هعمل كارير شيفت، انا هفتح مصنع لتصنيع الملابس الجاهزه، واصنع واصدر وابيع وحاجه زي الفل. ومينا اتخرجت من الكليه وقالت انا كمان مش قليله، لا لا ده انا عندنا دولارات، انا معايا بتاع 2 مليار دولار ولا حاجه، لا 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 ايش الفلوس دي؟ وماليش سيادتك في الكلام ده ولا طب ولا جعان. عندي 2 مليار انا هفتح بوتيك. والله الواجب ما اخش هفتح ايه؟ بوتيك، واقعد في مكان كده فيه تكييف وبتاع، وابيع هدوم لناس شيك وبتاع وزي الفل عادي. بلا طب ولا جعان. وعهدي مشيت بطريقه ومينا مشيت بطريقه، وعدى 5 سنين ما شافوش بعض. فجأة طلع ان في عرض ازياء في المعادي، في ديفيليه في المعادي، وسيادتك عرض ازياء، وعهد راح عشان تعرض البضاعه بتاعتها والملابس اللي بتصنعها، وكمان مينا راحت عشان تختار وتلتقي احدث صيحات الموضه، وكان بقالهم 5 سنين ما شافوش بعض. شافوا بعض صدفه. ازيك يا عهد، ازيك يا مينا، عامله ايه، اخبارك ايه، وحشتيني وانتي كمان. ودار الحوار. يا عهد يا قروبه، انت كنت شاطره قوي وبتحب البايو زي عليكي، انت اكيد دلوقتي بقيتي دكتوره جامده قوي وحطت حياده وعندك شهرين حجوزات. لا اسكتي اسكتي اسكتي، انا سبت الطب اسكتي. والله العظيم ده انا فاتحه بصنع وبصنع ملابس وبصدر والدنيا ماشيه معايا كويس، بلا طب بلا وجع. انت يا مينا اللي كنت قروبه وكنت عارفه كل حاجه في المناهج، اكيد بقى اللي عندك مستشفى كامله باسمك. لا 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 خالص، انا فاتحه بوتيك سيادتك وببيع ملابس والدنيا ماشيه كويس. لا يا شيخه، ده احنا اصحاب وقاعدين يعني على كرسيين جنب بعض، وكنا بناخد بايوكيمستري عند نفس الدكتور، ايه رايك نعمل ديل مع بعض؟ هنعمل ايه؟ انت تصنعي الملابس في المصنع عندك وانا ابيعها في البوتيك عندي. ديل يا عهد، ديل يا مينا، واتفقوا مع بعض. مينا روحت البوتيك، عندها واد هرياض ضرب شغال معاها اسمه حسن. اول ما شافته اديته على قفاه على طول، قلت له يا حسن يلا بسرعه يلا بسرعه، خد الطلبيه دي، عايزين 100 تيشيرت و50 سكيرت مثلا. شيل بسرعه الطلبيه دي وروح عند الدكتور عهد في المصنع عشان خاطر يتصنع. طبعا هو خاف، راح خد الطلبيه بسرعه وراح عند ايه؟ عند عهد في المصنع عشان خاطر ايه؟ يصنع الطلبيه. عهد شافته جاي، الله فلوس جايه اهي وبتاع وهنشتغل وبتاع. راحت قالت الطلبيه وهتبدا ايه؟ في تصنيعها. عندها وادها رياض ضرب برضو اسمه علي، قلت له واد يا علي بسرعه شيل القماش، شيل الماده الخام، وتعالى عشان نبدا نصنع الطلبيه اللي جات لنا. هل ممكن عهد تيجي كده لوحدها كده تقول النهارده هصنع 1000 تيشيرت 1000 سكيرت، ولا لازم يجي طلبيه؟ ينفع هي تعمل كل الخطوات ولا لازم علي يساعدها ويشيل لها القماش والماده الخام؟ نفس الكلام اللي حصل ده هو اللي حصل ما بين الترنا والرنا والبرنا. اقرا معايا، هو ايه وظيفه الترنا؟ كاري الامينو اسيد نيد فورتس، يعني شايل الماده الخام اللازمه لتصنيع البروتين. مين في مثالنا عمل دور الدي ار ان ايه؟ علي اللي شال القماش عشان نصنع منه ملابس جاهزه. طب تعالى نشوف الرنا، قال لك ده اللي صنع البروتين، ده اللي عمل سينثيسيس اوف البروتين، بس مش بمزاجه،
ده according to the message provided by mRNA. ومش لوحده by the help of the amino acid carried on the RNA. في مثالنا مين قام بدور ال RRNA؟ عهد هي اللي صنعت وهي اللي عملت سيادتك المنتج النهائي اللي اسمه ملابس جاهزة. طب تعالى شوف ال mRNA وظيفته ايه؟ carry the message من ال DNA اللي في النيوكليوس للريبوزوم اللي في السيتوبلازم. حسن سيادتك هو اللي شال الرسالة ووداها المصنع عشان تصنع. أمال سيادتك مين في مثالنا مينا؟ الكل في الكل؟ الدين ايه؟ اه طبعا الدين ايه؟ هو اللي بيبعت الرسالة. طبعا الكلام سهل انا عارف بس حبيت ابسطه اكتر عشان الناس بس اللي في الصورة مش واضحة. يبقى التي ار ان ايه بيشيل المادة الخام، بيشيل امينو اسيد اللي بصنع بيه بروتين. الرنة ده المصنع هو اللي بيصنع على حسب الرسالة اللي بتجيله وبمساعدة الامينو اسيد اللي متشال. المرنة رسول شال الرسالة من الدي ان ايه اللي في النيوكليوس وداها للريبوزوم اللي في السيتوبلازم عشان الريبوزوم يقراها ويصنع بناء عليها بروتين. النقطة الأهم في الموضوع على ده مالكيش دعوه بيهم دول سيبهم في عرض. انا بلعب بصفاره هنا في مرنا وترنا ورنا. دي مسرحيه تمثيليه استعاره متنيه. دي احنا دلوقتي في الحقيقه والواقع. فكره كانت تايمه. عرفت الدي ار دي بيعمل ايه؟ سيبك من عادل وسيبك من مينا وسيبك من حسن وعادل. انا اسف والله العظيم. انا اسف اللي بوصل. انا اسف. لكن الدي ار دي عارفه بيعمل ايه؟ بيشيل امينو اسيد. الار ار دي عارفه بيعمل ايه؟ بيصنع البروتين. الام ار ان ايه عارفه بيعمل ايه؟ بيشيل الرساله من الدي ان ايه يوديها للريبوزوم. بس كده سيبك من المثال خالص. انا اسف والمصري حقك عليا اضرب نفسي بيك جزمة. انا اسف والله العظيم. يا لطاطي بس. النقطة الأهم الشيب. إيه شكل التي ار ان ايه؟ ركز معايا بقى. لو اوصف التي ار ان ايه اقول هو سنجل ولا دبل ستراند؟ دبل. دبل في عينك الهي دبل كيك لما تيجي في وشك دبل ايه؟ يبقى سنجل ده ار ان ايه سنجل ستراند. لكن مشكلته قال لك فولدد اوفر اتسيلف. ساعد نفسه يعني لف حوالين نفسه. فلما لف حوالين نفسه حصل ان في سام ارياز اوف بيز بير. بص معايا اهو اهو جامد انا صح؟ طول عمري فنان انا عارف فنان. فسيادتك دي بدايته اللي اسمها 5 برامين ودي نهايته اللي اسمها 3 برامين. هو ستريند واحد حبل واحد بس هو لف حوالين نفسه. فلما لف حوالين نفسه جه A قصاد U جه G قصاد C فحصل ان في صم وده بيركز في الكلمه صم. صم ارياز فيها بسبيل وفي ارياز تاني للانتفاخات دي ما فيهاش بسبيل. يبقى في صم ارياز حصل فيها بسبيل بالصدفه جاء ايه قصاد يو وجاء جي قصاد سي بالصدفه فحصل بسبيل. بس في مناطق التانيه كتير ما فيهاش بسبيل. عايز حد يفهم؟ يبقى كده في الدي ار ان ايه نمبر اوف اي ايكوال يو ونمبر اوف جي ايكوال سي؟ لا. لا طبعا لا. طب في الدي ان ايه الاي تساوي تي والجي تساوي سي؟ لان الدي ان ايه من اساسه من فوق لتحته بيز بير. الدي ان ايه من اوله لاخره بيز بير. فالاي ايكوال تي والجي ايكوال سي. هنا يا حبي بالصدفه في سام ارياز بالصدفه سام ارياز فيها بيز بير سام الباقي لا. فاي كانت سي ما اقدرش اقول ان الاي ايكوال يو والجي ايكوال سي لان البيز بيرنج مش كامل. ده في بعض المناطق وبعض المناطق الثانيه لا. فهمنا الفكره يا جماعه؟ فما اقدرش اقول هنا الاي تساوي يو والجي تساوي سي. انت فاهمها ولا مش فاهمها؟ مش فاهمها ارفع ايدك. طيب الصبح ما كنتش فاهمينها فاقترحت مثال وانا واحد. عندي عمارتين كل عماره فيها 20 اسره. فهمت ازاي؟ العمارة الأولى كل الرجالة فيها مارد متجوزين.
ازاي؟ اقدر اقول ان العماره دي عدد الرجاله ايكوال عدد الستات؟ لا ليه؟ ما كل الرجاله متجوزين. لا بيتجوز راجل متجوز واحده. ان العماره دي عماره كلها مسيحيين، كل راجل متجوز واحده بس. اقول له ايه؟ اقول له ايه يعني؟ لا ده انا اهو ايه ماشي؟ اتفقنا؟ فالراجل متجوز واحده. يبقى زيادتك عددهم ايه؟ قد بعض. طب لو في عماره ثانيه 20 شقه وفيها برضه ناس ساكنه بس دي ناس سنجل. سنجل. في ناس متجوزه بس في ناس سنجل. هقدر اقول العماره الثانيه دي الرجاله قد الستات؟ لا. لا. لان في حاجات ستيل ايه؟ سنجل. فدي ان ايه؟ من اوله لاخره متجوز. كله بسبير. يبقى الايه تساوي التي والجي تساوي السي. لكن سعاده الباشا التي ار ان اي في حاجات بيرد وحاجات لا. يبقى هل اي تساوي يو؟ لا. هل جي تساوي سي؟ لا. وصلت كده؟ هجيب لك ايه تاني امثله على بص يعني بحصر دماغي والله عشان اطلع حاجات فاهمه. يبقى الاي لا تساوي اليو والجي لا تساوي سي. الراجل ابن 60 في 70 اللي وصف التي ار ان اي قال لك شكله عامل زي الكلوفر ليف. كلوفر ليف يعني ورقه البرسيم. بذمتك عمرك شفت ورقه برسيم؟ لا. وقال يعني لو شفتيها هتجيلها. قال لك شكلها عامله زي ورقه البرسيم. خلاص براحتك. هي كلوفر ليف. كنت بشرح الكلام ده من كام سنه كانت في بنت يعني دماغها عاليه شويه خلاها واسع. قالت لي يا دكتور عامله زي السيف المكسور. زي الكدني يا دكتور. والله العظيم يعني بتفهم يعني شغال والله صحيح كدني ماشي والله كده بقول ايه ده اللي بقول ده ما علينا اللي علينا اسمه جلوبال. خلي بالك كمان ان التي ار ان واز سمول ستار دي اصغر ار ان اي فيهم كلهم في الحجم هو التي ار ان اي لا يتعدى 100 نيوكليوتايد. اصغر واحد ذا سمولست هو ايه؟ التي ار ان اي. يقول لك يحتوي على 5 ارمز خمسه اذرع كل ارم والتاني انما ايه حاجه فاخر من اخر. نبدا اول ارم. الارم دي اهي يا سعد. ايوه. تسمى اكسبتور ارم. اسمها ايه؟ اكسبتور ارم. موجوده فين؟ عند الثري برايم اند. الاكسبتور ارم موجوده فين؟ عند الثري برايم اند. وسيادتك لابد ان تنتهي ب سي سي اي. لازم. لازم الاكسبتور تنتهي بمين؟ هيقول لي في الام سي كيو. هيقول لي اختار ترو ولا فولز. يقول لك الاكسبتور ارم اند ويز سي سي اي. ده ترو ولا فولز؟ غلط. خطا. سي سي لا سوري سي سي اي اهي صح كده ولا خطا؟ خطا. خطا برضه. انا من 5 لـ3 سي سي اي. من 5 لـ3 سي دي لو قريتها اقراها اي سي سي. السؤال ده بيوقع نص الدفعه. ما في الاكسبتور ار تنتهي في سي سي اي. بس سي سي اي دي لما اقراها من فين لفين؟ من 5 لـ3 هيجيبها لي سي سي اي بس مكتوبه 3 لـ5. دي لو اقراها اقراها ازاي؟ اي سي سي. فهي لازم تنتهي من 5 إلى 3 بسي سي اي. وظيفته ايه الاكسبتور ار؟ قال لك بيأكسبت الامينو اسيد. ده بيشيل الامينو اسيد. يعني الامينو اسيد بيتشال على 3 برايم اند. فاكر لما كان الجليسترول بيشيل فاتي اسيد؟ كنت بسميه ايسايل جليسترول. يعني الفاتي اسيد لما يتشال على حاجه يبقى اسمه ايه؟ ايسايل. وهكذا الامينو اسيد لما يتشال على حاجه يبقى اسمه ايمينو ايسايل. فلو عندي تي ار ان اي وشال امينو اسيد بسميه ايمينو ايسايل تي ار ان اي. يبقى ال تي ار ان اي لما يشيل امينو اسيد يبقى اسمه ايه؟ ايمينو ايسايل تي ار ان اي. ركز معايا. اول ار تسمى اكسبتور. مكانها فين؟ في 3 برايم اند. تنتهي بسيكونس اسمه ايه؟ سي سي اي. وظيفتها ايه؟ بتاكسبت بتكاري الامينو اسيد. فلو سالني الامينو اسيد كارد على ال 5 برايم ولا 3 برايم اند؟ 3 برايم اند. ولو عندي تي ار ان اي يا طبيبه وشايل امينو اسيد المركب كله على بعضه اسمه ايه؟ ايمينو ايسايل تي ار ان اي. لان الفاتي اسيد لما يتشال يبقى اسمه ايسايل. يبقى الامينو اسيد لما يتشال يبقى اسمه ايه برضه؟
إيماينو إسايل، فاسمه إيماينو إسايل تي آر إن إيه، ودي أول آرم اسمه أكسبتور. يس. نعم. ماشي، أنا معايا الاتنين صح. أنا عندي برضه بتكامل برضه، أنا هتكامل برضه، بس والله العظيم ما عندي برضه، بس يعني ما علدقها أعمل إيه طيب؟ أروح أتكامل معاهم متأخر شوية مش مشكلة. الآرم الثاني اسمه دي آرم. مع خمسة وهنمشي كلنا مع بعض. دي آرم. ليه اسمه دي؟ قال لك لأنه يحتوي على داي هيدرو يوراسيل. يحتوي يا جماعة؟ داي هيدرو يوراسيل. خدناه امبارح ده. كان اسمه ماينور بايريميدين. يا ابني ركز معايا عشان خلص. ماينور بايريميدين. وكان ريرلي بريزنت في الدي ان ايه وكمان في الار ان ايه. هو موجود في الارم ده بس. لا. فعشان موجود في الارم ده سميت الارم باسمه تي ار. والنبي ركز في وظيفته. يا ابني ركز بقى. يعني ايه ينفع بقى خمس دقايق اطرد حد ولا هذا حد؟ خمس دقايق وهنمشي. فا ايه وظيفه الدي ار؟ قال لك بيهلب الريكوجنيشن اوف التي ار ان اي بانزيم اسمه امينو اسايل تي ار ان اي سنسيتيز. ركز في دي عشان نفهمها بقى. بص يا حب، لو عندي تي ار ان اي وعندي كمان امينو اسيد اهو ار سي اتش ان اتش 2 سي او اتش، كان رمزه كده لو تفتكر. هل ينفع اي امينو اسيد يتشال فوق اي تي ار ان اي؟ لا. ولازم الامينو اسيد الصح فوق التي ار ان اي صح؟ لازم. يعني اقول التي ار ان اي ده انت بتشيل ايه؟ يقول لي بشيل جلايسين. طب تعالى يا جلايسين احطك فوق التي ار ان اي اللي بيشيلك. الانزيم اللي بيتعرف على الامينو اسيد ويتعرف على التي ار ان اي ويحط الاثنين فوق بعض اسمه ايماينو اسايل تي ار ان اي سنسيتيز. مره كمان اسمه ايه؟ ايماينو اسايل تي ار ان اي سنسيتيز. يتعرف على الرايت امينو اسيد ويتعرف على الرايت تي ار ان اي ويحط الاثنين ايه؟ فوق بعض. طب هو هيتعرف عليهم ازاي؟ قال لك بيتعرف على الامينو اسيد عن طريق الار. ما اللي يفرق امينو اسيد عن الثاني مين؟ الار. لو كانت اتش يبقى انت جلايسين، لو كانت اندول يبقى انت تريبتوفان، لو كانت اميدازول يبقى انت المهم بيعرف الامينو اسيد عن طريق مين؟ الار. طب يعرف سيادتك التي ار ان اي ازاي؟ بالمنطقه دي اللي اسمها انتي كودون. اسمها ايه؟ اللي يميز تي ار ان اي عن الثاني المنطقه دي اللي اسمها انتي كودون. مين بيساعد على التعرف؟ قال لك الدي ار بتساعد. الاساس هو الانتي كودون لكن بيساعد مع شويه مين؟ الدي ار. اقول لك برده مثال، انت بتحب الامثله، انت يعني جديد شويه بس احنا قدام عندك كتير. فكان زمان قبل الفيسبوك مش عارف ايه والكلام ده كله كان يبقى ليك حاجه اسمها بين فريند، يعني صديق تراسله تبعت له جوابات وبعت لك جوابات والجواب ياخر لك اسبوع وبتاع. كانت طريقه كده بنعملها وبنسالي وقت بقضينا بيها. لو انت جاي لك واحد صاحبك ما شفتوش خالص، هو يور بين فريند وخلاص كده، قلت له انا هعرفك ازاي؟ انا ما اعرفش شكلك، هستناك في المطار اعرف ازاي انك انت؟ قال لك بص هتعرفني عن طريق ان انا لابس بدله بيضاء وفي جيبي الشمال ورده حمراء. لابس بدله بيضاء وفي جيبي الشمال ايه؟ ورده حمراء. فسيادتك انت واقف على البوابه بتاع المطار عينك على اي حد لابس ايه؟ بدله بيضاء. طب لو لقيت اتنين لابسين بدله بيضاء عينك تروح فين؟ جيبك. يبقى البدله البيضاء هي الانتي كود. ده الاساس. الاساس بتعرف الانزيم على التي ار ان اي، ده الاساس. لكن مين بيساعد؟ التي ار. فالتي ار هي الورده الحمراء بتهيلب الريكوجنيشن وفي التي ار ان اي بالانزيم اللي اسمه ايه؟ ايماينو اسايل تي ار ان اي سنسيتيز. واوعى تنسى اسمها دي ليه؟ تحتوي على داي هيدرو يوراسيل. الارم الثالثه جامده قوي 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 اسمها انتي كودون ارم. يعني انتي؟ ضد. ويعني كودون؟ موجود فين الكودون ده؟ في الام ار ان اي صح كده. بص يا حب، لو ده الام ار ان اي ده 5 برايم وده 3 برايم، الكودون ده عباره عن ثلاثه بيزز موجودين على الام ار ان اي.
ثلاثة بيزس موجودين على ايه؟ على الامر اسمهم كودون. قال لك وظيفة الانتي كودون انه يشبك في الثلاثة بيزس دول. الانتي كودون بيباين للثلاثة بيزس دول. طب لو انا كانتي كودون بشبك في كودون، ركز يا باي، انا بشبك فين؟ كودون. وكودون في ثلاثة بيزس، يبقى بالعقل الانتي كودون كام بيز برضو؟ ثلاثة. هما بيشبكوا في الكودون، فالانتي كودون يحتوي على كام بيز؟ ثلاثة. اسمع كلمة حلوة، بيبقوا كومبليمنتري وانتي بارلل للكودون اللي على الامرني. كومبليمنتري يعني لو الكودون A U G الانتي كودون U A C كومبليمنتري، وانتي بارلل لو الامرني ماشي خمسة ثلاثة التي ار دي ثلاثة خمسة. وده اهم جزء في اي تي ار ان، ده اللي يميز تي ار ان عن التاني الانتي كودون. يبقى الانتي كودون بيشبك في الكودون اللي فين؟ على الام ار ان، وبيبقى كومبليمنتري وانتي بارلل للكودون اللي موجود على الام ار ان. وطالما الكودون ثلاثه بيزز يبقى برضو الانتي كودون ايه؟ ثلاثه بيزز برضو. وهو الاساس في تعرف الانزيم على التي ار ان، هو الاساس في التمييز ما بين تي ار ان و ار. الارم الرابعة اي كلام اسمها اكسترا ارم. ساعات كده لو حد عايز يضايقك يقول لك وانت تقرب لهم ولا جاي مع الفرش، يعني انت ليك في الليلة دي ولا مالكش في الليلة دي، فدي جاية مع الفرش ملاش لازمة يعني. اسمها اكسترا ارم. قال لك عبارة عن ايه؟ فيها من 3 ل 12 نيوكليوتايد، ومسؤول عن الفاريابيليتي اوف التي ار ان. فاريابيليتي في ايه؟ في السايز. يعني يقول لك التي ار ان في من حاجه و80 نيوكليوتايد ل 96 نيوكليوتايد. الفرق في السايز سببه ايه؟ الاكسترا ارم. ساعات تبقى فيها 5، ساعات فيها 6، ساعات فيها 12. هي ملهاش لازمه، ملهاش فانكشن، بس هي فيها من 3 ل 12 نيوكليوتايد ومسؤول عن الفاريابيليتي. وفي التي ار ان فاريابيليتي في ايه؟ في السايز. طب تعالى الارم الخمسه دي جامده قوي، دي جامده قوي دي، اسمها ثايمين سودو يوريدين سيتوزين ارم. كيف ثايمين؟ ثايمين سودو يوريدين سيتوزين ارم، او ساعات بنسميها ثايمين ساي سيتوزين. اليو اللي عليها شرطه دي حرف لاتيني اسمها ساي، اس اي جي اتش، فثايمين ساي سيتوزين. ويمكن الصوصوه دي بتضايق فبلاش صوصوه، خليها ثايمين سودو يوريدين سيتوزين ار. والنبي واحده واحده اسمها ثايمين ليه؟ عشان فيها ثايمين. فيها ايه؟ ايه؟ كيف ثايمين؟ ثايمين؟ ومش ده ار ان ايه؟ كيف ثايمين؟ مش ده ار ان ايه؟ ار ان ايه اه، بس في ثايمين اكسبشن اكسبشن اكسبشن. ايه المشكله؟ هو الثايمين موجود في الدي ان ايه، لكن اكسبشن موجود في الارم ده بتاع التي ار ان. وانا ما سبتكش لوحدك، يو ويل نيفر ووك الون. يس يو ويل نيفر ايه؟ ووك الون. ما سبتكش لوحدك، يو ويل نيفر ووك الون. يقول لك التي ار ان ايه بالتي هو اللي فيه ثايمين بالتي. يو ويل نيفر ووك الون. التي ار ان ايه اللي بالتي هو اللي فيه الثايمين بالتي. فساعات يقول لك وان اوف ذا فولوينج كونتين ثايمين، مرنا ترنا ريرنا. مين اللي بيفهم ترنا؟ ذا اكسبشن. اللي عايز يفهم قوي، هو في واقع الامر ما كانش فيه ثايمين، هو لما اتصنع كان فيه يوراسيل، بس يوراسيل عملت له ميثايليشن. هو اليوراسيل لو حصل له ميثايليشن يبقى ايه؟ يبقى هو في الاساس كانت يوراسيل عملت لها ميثايليشن. فعشان فيها ثايمين ودي حاجه غير معتاده سميته ثايمين. طب ايه سودو يوريدين؟ يعني ايه سودو؟ كذاب مغرور كذاب. ايوه كلب كلب كذاب. قال لك اليوريدين العادي سي 1 في البنتوز بتشبك مع ان 1. ده العادي هنا كذاب. ليه سي 1 بتاع البنتوز شبكة مع سي 5 اوف ذا يوراسيل؟ هل ده المعتاد؟ لا يبقى ده كذاب. يبقى يوريدين العادي سي 1 مع ان 1.
كده لقيت يوريدين بس سيادتك طريقه الارتباط مختلفه سي 1 في البنتوز مع سي 5 فقلت ده مش يوريدين عادي ده كذاب فاسمه سودي يوريدين يبقى لقيت في الارم دي تايمين على غير العاده وسودو يوريدين وجنبهم كمان سيتوزين فزبطوا تايمين سودو يوريدين سيتوزين ارم والنبي في الدقيقه يلا نشوف الارم تاني نشوف الارم تاني اول ارم اسمه اكس سيبتون قول معايا 5 ولا 3 برايم ينتهي بسيكونس اسمه سي سي وظيفته بيأكسبت الامينو اسيد فالامينو اسيد بيتشال على الفايف ولا على الثري برايم ولما اشيل يبقى اسمي ايماين انساين تي ار دي سعد الباشا الثاني اسمه دي ار ليه اسمه دي يحتوي على داي هيدرو يوراسيل وظيفته ايه ده الورده الحمراء بيهلب الريموجنيشن اوف التي ار دي بالإيمين وإسايل تي أرنيز البديد الأنتي كودون أرم كام بيز وبيشبك في مين والكود اللي مكانه فين على الإيماني وبيقوم وأنتي بارل للكودون اللي على الإيماني مين جاي مع الفرش الانتشترار 3 ل 12 نيكوتايد ومسؤول عن الفاريابيليتي وبالتيرنين فين في السايز طب الارم الخمسه اسمها ثايمين لانها تحتوي على ثايمين وسودو يوريدين ده سي 1 شابك مع سي 5 اسمه سودو يوريدين وجنبه سايتوزين انا خلصت القصه انا عندي 3 ان بي هيجوا في الامتحان فين الامتحان دول اول ان بي يقول لك التي ار ان اي زيهم زي الستات التي ار ان اي زيهم زي الستات مخلصين ولا كان زمان كان زمان لا مخلصين والله كان زمان فزي ما الست الواحده بتحب وبتتجوز راجل واحد الدي ار ان اي الواحد ياخد يكاري امينو اسيد واحد وده الدي ار ان اي الواحد يكاري امينو اسيد واحد ايتش دي ار ان اي از سبيسيفيك اونلي فور وان امينو اسيد اما الامينو اسيد زيهم زي الرجاله عينيهم زي ده استنى وانا اوله طب عطب فسعدت الباشا الراجل يتجوز واحده من هنا شهرين بالظبط غير بقى عتبه شوف لك حد تاني شرير بس بصراحه مش كله في ناس محترمه صح في ناس محترمه فصم صم امينو اسيد مي هاف مور ذان وان تيرني يبقى بعض الامينو اسيد عندهم اكتر من تي ار ان يبقى التي ار ان الواحد يشيل امينو اسيد واحد لكن بعض الامينو اسيد عندهم مور ذان وان ايه تي ار ان معلومه ثالثه هما كام امينو اسيد داخلين في تصنيع البروتين 20 يبقى عشان ابدا تصنيع بروتين دلوقتي المفروض يكون عندي كام تي ار ان على الاقل 20 ممكن اقدر ممكن بمعنى لو عندي عمار العمارة دي سيادتك فيها 20 اسرة مسلمين عشان نخلص بقى يعني ممكن واحد يتجوز اكتر من واحد اقول لك ايه طيب وسالتك العمارة دي اللي فيها 20 شقة العمارة دي فيها كام راجل 20 ده فيها كام ست على الاقل 20 اللي ممكن واحد يكون عامل فيها الحاج متولي ومتجوز اكتر من واحد فهمت حاجة هشوفكم بكرة الحقوا التكامل بقى